مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. يحكى أن قاضيا من القضاة المشهورين يتلقى الرشوة. اختصما عنده رجلان، أحدهما بائع دجاج والآخر بائع بطيخ. أرسل إليه بائع الدجاج بقفص من الديوك على سبيل الرشوة، وكذلك أرسل بائع البطيخ 5 بطيخات ليحكم له. وبعد الفحص والتدقيق قرر القاضي أن يحكم لصالح بائع الدجاج باعتبار أن ثمن القفص أكبر. وبعد أن طبخت له زوجته ديكا من القفص وأكله، قال لها تني ببطيخة، فقالت له ألن تحكم لصاحب الدجاج؟ قال لها لا بأس أن نتذوق شيئا من البطيخ. فشق بطيخة فوجد بداخلها ليرة من الذهب، ثم شق الأخرى فوجد بداخلها أيضا ليرة ذهبية. بهذا الشكل كلما شق بطيخة وجد ليرة أخرى من الذهب. هنا قرر القاضي أن يحكم لصالح بائع البطيخ، وفور النطق بالحكم صاح بائع الدجاج غاضبا وقال بال مؤذن الفجر. قال له القاضي اتضح لنا أنه منافق يؤذن في الناس ولا يصلي معهم، أما الآخر فإيمانه في قلبه، كلما شققنا عن قلبه وجدناه ناصعا لماعا براقا. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.